على آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الحمد لله آج میری خوش نصیبی کہ اس بابرکت محفل کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد طاہر جمیل نقشبندی صاحب، آپ بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کو دائرہ ان کی برکتیں عطا فرمائے. آپ نے مجھے حکم فرمایا اور میں حاضر ہو گیا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر قبول و منظور فرمائے. آپ محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں اور میں اللہ کا کلام شروع کروں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لهم ما يشاء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع والسماء رفعها ووضع الميزان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
فأما اليتيم فلا تقهر سبحان الله